لا يمكن لنا نحن أن ننتهك سيادة العراق، نحن استهدفنا أماكن توجد فيها عناصر للموساد الإسرائيلي، فهذا الرد بين لهم لا يمكن أن تنشطوا في أي دولة كانت ضد أمننا، وخاصة الأمن باعتباره أهم خط أحمر بالنسبة لإيران، حتى لو انهارت المفاوضات النووية، حتى لو انسحبت الولايات المتحدة من هذه المفاوضات، نحن سنرد عليكم، وهذه المرة أو من الآن فصاعدا نحن وليس أذرعنا أو المتعاونين معنا أو حلفائنا، نحن مباشرة ونستهدفكم باعتراف الأراضي الإيرانية. شكرا. فهذه رسالة أعتقد قوية للإسرائيليين. نقطة بس لو تسمح عزيزي، وكن على ثقة، على ثقة، وهذه أعطيك معلومة، في المرات القادمة لو استمرت إسرائيل بهذه الأنشطة تأكد أن الهجوم الصاروخي سيستهدف الأراضي الفلسطينية المحتلة. يعني للأسف الشديد سمعتم أنتم ورأيتم في الإعلام العربي للأسف الاستهزاء بإيران وحلفائها. يا إيران أين أنت؟ لماذا لا تردين على إسرائيل؟ متى تردين؟ ألم يحن الوقت والزمن المناسب؟ هذا الاستهزاء في الإعلام من قبل هذا الإعلام المدعوم إسرائيليا، أعتقد نعم حان الوقت اليوم، وسيكون الرد من الآن فصاعدا مباشرة من قبل إيران وخاصة من قبل الحرس الثوري. أينما وجدت إسرائيل وأرادت أن شكرا جزيلا.